انت بتقول ايه يا هبل انت؟ زي ما بقول لسعادتك يا جده، وركبت كمان معايا الكاريتا، حتى اسال اهل البلد. انا جيت اقول لك عشان انت كبرنا واللي حصل ده ما يصحش، حتى لو كان العمده زينب بنتك دلوك، واخد بال حضرتك؟ اي حاجه هتحصل ليه هتبقى في وشك يا كبرنا، والعمده لو عرف اللي انا جيت وقلت لك هينفخني. طب يبقى اجرب لك وانا اشيله من على وش الدنيا. غور طيب. طيب يا عمدي. يا عثمان يا عمدي. ايه ده؟ ايه الدوشه دي؟ في ايه؟ مالك بتزعجك ده؟ عايز تعرف مالي؟ كنت فين النهارده الصبح؟ تقصد ايه يعني؟ مش انت فاهم كل حاجه، ولو قربت من بنات عبد الله تاني انا هطخك. ايه يا راجل؟ انت جاي تقول شكل البيع الصبح ولا ايه؟ بعد اللي عملته ده وبتنجح؟ عملت ايه هاني؟ غلطه اللي انا شفتها ماشي على رجليها، قلت لها تعالي اركبي جنبي يا بنت الناس. صدق انك واطي وعايز تضربها. اضربني يا عبد الحكيم، اضربني ولا اقول لك على حاجه؟ طلع سلاحك وتخني زي ما طخيت عبد السلام. مالك؟ مالك طايح في الناس وفي البلد كده زي ما اكون محدش مالي عينك؟ غلطان ولك عيب تتكلم. غلطاني في ايه هاني؟ غلطت في ايه؟ قول لي يا عبد الحكيم. انا عارف كويس انت بتفكر في ايه. كله الا بنات عبد الله. عبد الله مين؟ عبد الله اخويا. بأمرت ايه بقى عبد الله اخوك؟ بأمرت ان مراته قاعده بدور عبد السلام ومش راضيه دار تتويها؟ ولا بأمرت ان بنات اخوك قاعدين وانت ما انتش عارف هم رجسهم ايه؟ انسى انسى يا عبد الحكيم. فاكر انت لما ضربت عبد السلام بالكف وفضل مخه يجيبه ويوديه لغايه ما كتم في نفسه وقهر في نفسه ومات؟ هاني لا، انا ما سيبش حاجه ابدا. خليك فاهم كويس الجو. هي كلمه واحده يا عمده ومش هتنيها. لو هوبت ناحيه بيت عبد السلام ولا شفتك ماشي مع زينب بنت عبد الله هطخك. تقول ليه ان شاء الله؟ وانا عملت حاجه غلط ولا ايه؟ انا كل حاجه بالحلال طالبها بالحلال، ورايح لامها النهارده باذن الله اطلبها من يدها. وانا مش موافق على الجوازه. ماشي، لو ليك كلام على كريمة وبناتها يبقى الجول جولك ماشي، لكن أنا خلاص اتفقت مع البنية ومتفقين على كل حاجة، وبقول لك رايح النهاردة بالليل. والميتة؟ الميتة بنحط يدنا في يد الحريم يا عثمان. وأنا من ميتة لقيت رجالة عشان أحط يدي في يدهم. اسمع يا عبد الحكيم، كريمة عندك أهي، مرات أخوك اللي بتقول اخويا، روح اتصافى معاها. وانا بقول لك اهو من دلوقتي عشان ما تغلطنيش وتقول عثمان ما قالكش وتزعل مني. انا قلت لك اها. تشرب حاجه؟ Yeah.